La 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 شو 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 جئناكم أيام العطلة ندعوكم في جمعتنا نمرح نلهو نتسلى فهيا تعالوا ضموا لنا فالوقت يطيب ويحلو معكم أنتم أحبتنا هو هو فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 أحبائي كاين أغنية جميلة 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 جدا تعرفوها هي الأغنية التي تحث الأطفال والجزائريين كامل للابتعاد عن الجهوية ما كانش هذا قبيلي هذا سطيفي هذا مسيلي هذا وهراني هذا تبسي كاين جزائري الأغنية يقول فيها عمو يزيد سألوني من أكون سألوني من أكون شرقي والغربي سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني غنوا كامل معايا يلا كامل سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت
سؤال ثرى إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. برافو، أعطونا صغاري تاع الجزائر يا نساء. كاين واحد الأغنية راح نغنيها لأول مرة، لأول مرة. على بالكم كاين أغنية جدتي، ولكن كاين أغنية دادا. دادا على بالكم في الغرب الجزائري بزاف الناس اللي يقولوا دادا، إذا درنا تقدير لدادا. دادا دادا جات لعندنا، روحي غنيها لنا ميليسا. دادا دادا دادانا، دادا جات لعندنا، عاشت طول بيننا، الله يخليها الله يخليها. برافو، دادا دادا جات لعندنا، عسى تطول بيننا، الله يخليها. تحية لكل الجدات اللي راهم حاضرين معنا اليوم. الجدة يا أحبائي، برافو برافو. الجدة هي منبع الحياة، هي منبع الحنان. يا أخي دادا دادا جات لعندنا، عسى تطول بيننا، الله يخليها. قاعد تغنوا عندنا، جات الفرحة لبيتنا، الله يخليها. دادا دادا دادانا، فرحنا بها كلنا، عسى تطول بيننا، الله يخليها. جابت ألعاب وحلوى الآية أكرام وفدوى، جابت ألعاب وحلوى الآية أكرام وفدوى، ببتي سما يا محلى دخلت مغلاها الأغلى، ببتي سما يا محلى دخلت مغلاها الأغلى. الله يخليها الله يخليها. دادا دادا دادانا، دادا جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا، الله يخليها. دادا دادا دادانا، فرحنا بها كلنا، خليها. صلي وتصلي وتدعينا، الله يطول لمتنا، صلي
تصلي وتدعينا الله يطول لمنا فدي راسي نجحنا في الحياة فرحنا فدي راسي نجحنا في الحياة فرحنا الله يخليها الله يخليها جات لعندنا جات الفرحة لبيتنا الله يخليها دا 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 فرحنا بيها كلنا عسى تطول بيننا الله يخليها كانت توصينا بابا وماما في عينينا كانت توصينا بابا وماما في عينينا طاعت بابا واجبة وماما ماما الحبيبة طاعت بابا واجبة وماما ماما الحبيبة الله يخليها الله يخليها دا 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 جات لعندنا جات الفرحة لبيتنا الله يخليها دا 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 فرحنا بيها كلنا الله يخليها قبل النوم تحكي لنا أحلى حكاية سمعنا قبل النوم تحكي لنا أحلى حكاية سمعنا تحكي قصص وعبر حتى ثورة نوفمبر تحكي قصص وعبر حتى ثورة نوفمبر الله يخليها الفرحة لبيتنا الله يخليها دا 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 نا فرحنا بيها كلنا عسى تطول بيننا الله يخليها برافو عسى تطول بيننا كامل كيجي عندنا الجدة ولا الجد نبغيهم يقعدوا بزاف علاش على خاطر يسعفونا يذلونا شويه يا اخي تعرفوا الاغنيه تاع جدتي راح ندير تقدير ثاني للجده شكون اللي جا مع جدته اليوم رفتوا يديكم جماعة جدته اليوم ربي يطول عمرك مرحبا بكم مرحبا بكم ربي يطول عمركم الله يبارك بنتي متغنوا كاع معايا جدتي انت سر بسمتي جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياكي يا سعدي وفرحتي بسعة تغنوا كامل معايا يا أخي تغنوا 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 معايا يلا كامل يديكم في السماء وتغنوا جدتي أنت سر بسمتي يلا جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي بالحب الصافي تكني وكم في صلاتك تدعيلي بالخير والبركات وكم في صلاتك تدعيلي بالخير والبركات جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى خذي من عمري تحيلنا قولي
جدتي خدي من عمري تحي لنا نورتي يا جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤيتي بهجتي يا سعدي وفرحتي جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا صادي وفرحتي برافو 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 أحبائي برافو أحبائي سؤال اليوم يقول كم من ولاية تحد ولاية عين الدفلة وما هي شحال كاين من ولاية على الحدود تاع 10 ما كان حتى ولاية في الجزائر عندها 10 حدود لا 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 بنتي بالعقل فهموا السؤال فهموا السؤال نصف الجواب اسمعوا مليح سؤال كم من ولاية تحد ولاية عين الدفلة وما هي شكون اللي يعرف شكون تعرفهم واو اعطيني الميكرو واسمك ولدي ياسر ياسر شحال في عمرك ياسر 7 سنوات 7 سنوات وشاطر هكذا وش مسنه تقرا السنه الثانيه شحال جبت معدل 9.6 برافو تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه برافو 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 اذا ياسر كم من ولاية تحد ولاية عين دفلة؟ 5 برافو ما هي؟ تي سمسيلة امدية البوليدة تي بازا اشلف واو 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 برافو برافو تعال تعال جيبه 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 تعال تعال اروح ولدي تعال اروح كي راك ولدي لاباس؟ لاباس راك فرحان اللي راك هنا؟ نعم كم من ولاية تحد ولاية عين دفلة؟ 5 ما هي؟ شلف البوليدة تي سمسيلة المدية تي بازا برافو عاودوا صفقوا عليه باسكو أنا على بالكم الأطفال بالمرات كي يكونوا لتحت والديهم هما اللي يقولوا لهم بصح كي نطلعهم نعاود نطرح عليهم نفس السؤال شاطر ياسر شاطر وليدي أعطيه الهدية تاعو شكرا شكرا ياسر وليدي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفاد بها شكرا العفو العفو وليدي العفو اذا تفضل ولدي شاطر 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 الله يبارك الله يبارك واش رايكم دركا نغنوا ويلاتي يا ويلاتي ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب يلا ويلاتي كمل بأشد العقاب ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي
خطابي. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو برافو برافو. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. أحبائي، طاعة الوالدين يا أحبائي. تعرفوا الأغنية عن حبك يا أمي؟ تغنوها كاع معايا. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. عود. حبك يا أمي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، نعاملكم بلطف ونطيع أمركما، نعاملكم بلطف ونطيع أمركما. يلا معايا، نحبك يا أمي. نحبك ماماتي، نحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي بما ساكن قلبي. نحبك ماما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانطيع أمركما، أنا عاملكم بلطف وانطيع أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما، برافو 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 برافو. طاعة الوالدين. تعالي بنتي الوحي، واسمك بنتي؟ آية. آية، الله يبارك. عجبك حالك هنا آية؟ إيه. شحال في عمرك آية؟ 15 سنة.
واش مسانة تقراي؟ ما نقراش بطل. ما تقراي بطلتي، لازم تولي تقراي. لا 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 ورام والديها انا دوك لازم تولي تقراي بنتي. ريحتي برك. ايه داكور خلاص ريحتي برك، معليش لازم تقراي بنتي. على بالكم يا احبائي، يا احبائي المستقبل، المستقبل للاطفال اللي يقراو. يا احبائي على بالكم بلي في هذه الدنيا هذه العلم ثم العلم. مام 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 اذا كان راك حاب تدير حاجه اخرى، تجاره ولا دير اي حاجه، ولكن لازم تقرا. لازمك لازمك شهاده، لازم شهاده. احبائي عمو يزيد قبل ما يدير هذا المشروع التلفزيوني وهذه الحصه، عمو يزيد قرا قرا متحصل على شهاده دراسات عليا وشهاده ماجستير. لازم تقرا، لازم، لان العلم هو اللي ينير العقول. يا احبائي يا اخي لازم تقراو، تقراو يا اخي تقراو. برافو. آية تاني راح ترتاح شوية من بعد تدخل تقرا. يا أخي بنتي هيا قعدي معنا. وش راكي بنتي؟ ماريا. اسمك ماريا؟ إيه. وراهي ماما وبابا؟ ما جابش في الدار. ما جابش. أم في الدار؟ مع من جيتي؟ بابا يخدم. بابك يخدم. مع من جيتي؟ جيت مع أختي خالة ود سنين. الله يبارك، الله يبارك. كيف فرحانة لك هنا؟ نعم. هيا وقعدي معايا. يعني هضروا مع هذا الكتكوت هذا. واسمك؟ مومو. هاك فرحان لك هنا؟ مومو. هاك فرحان؟ واش هذه؟ ورده. لي من هذه؟ ها؟ لي من؟ ليك. لي انا؟ شكون انا؟ واسمني؟ عمو يزيد. برافو. هيا اقعدوا معنا. اقعدوا معنا احبائي. روحي هنا بنتي. واسمك بنتي؟ واسمك؟ واسمني ريتاج. ريتاج شحال في عمرك ريتاج؟ 10 سنين. 10 سنين. تقراي بنتي؟ لا لا ما تقرايش. علاش؟ كاين مدارس مختصة، علاش ما يدوكش مدرسة مختصة؟ نقول لهم يدوك مدرسة مختصة، تحبي تقراي كما قال الأطفال. إذا إن شاء الله، إن شاء الله بنتي، إن شاء الله. أحبائي كاين مدارس مختصة لكاع الفئات تاع الأطفال، ولكن حقيقة بالمرات المدرسات تكون بعيدة، هذه المدارس المختصة تكون بعيدة. احنا من هذا المنبر هذا نمروا رسالة ونقولوا بلي ولادنا عندهم حق باش يقراو مهما كانت الاحتياجات تاعهم. عنده احتياجات خاصة ولا من حقه أنه يقرا. حتى ل 16 سنة التعليم إجباري، الناس قاعد تقرا. من هذا المنبر هذا بربي إن شاء الله يسمعونا ويسمعوكم تاني باش ولادنا قاع يقراو. إذا مادام أنا نتكلموا على القراية وعلى العلم، عمو يزيد دالكم أغنية تاع الكتاب يقول فيها: يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. يلا تغنوا كامل معايا. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك علم وعلوم أبتلي منها المعالي، لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي. فيك علم وعلوم أبتغي منها المعالي، لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأداب، وعلوم كم منيرة تفتح درب الصعاب. فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأداب، وعلوم كم منيرة تفتح درب الصعاب. يا
يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام. كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك السيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة تابعينا كلهم كانوا المثل. فيك السيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة تابعينا كلهم كانوا المثل. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام. كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كل ما يدعو السؤال. فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كل ما يدعو السؤال. برافو 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 أحبائي. واش رايكم دركا نغنوا أغنية مدرستي مدرستي؟ كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتحيا مدرستي. إذن مدرستي، كم أحب مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. يا مدرستي اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يدفاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يدفاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. سنة من بعد سنتي، ما أحلاها ما أبهاها،
سنة من بعد سنة. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أجد بها دوما يدي، هي كنز المعرفتي، فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. برافو، فلتح يا مدرستي. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. رحبوا بعمو يزيد في ولاية عندفلة ببلدية عريب، واللي فرحنا وفرح ذري وربي يحفظه ان شاء الله، ونطلبوا له العوده ان شاء الله. نشكر عمو يزيد لحضوره لولايه عندفله، نشكر عمو يزيد لاحضاره في هذه الحفله. نحبك عمو يزيد. نشكر عمو يزيد عن الحضور هذه الحفله الجميله. ومسي الخير عليكم، مرحبا بكم عندنا في ولايه عندفله، ويعطيكم الصحه اللي جيتوا لينا وفرحتوا وليداتنا، ونقول لكم ان شاء الله تتكرر مره اخرى ان شاء الله. نحبك عمو يزيد. نشكر عمو يزيد لقيامه بهذه المبادره بقدومه الى مدينه عريب وتشريفها. جزاك الله خير يا عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.